السلام عليكم. اخش طب ولا اخش هندسه؟ عرفت ام اللي جابونا العيال بتوع الثانوي يا ابني؟ لا انت داخل طب ولا انت داخل هندسه. انت ياض مش لاقي ياض في البلاي ستيشن ياض؟ وانت يا بيت مش الفيسبوك اخد منك رئات؟ تخش طب وهندسه ازاي يعني؟ وبعدين ارحموا ام الدكاتره والمهندسين، انتوا ليه فاكرين ان الكليات طب وهندسه بس؟ يا جدعان في كليات زي الفل تاني، في كليات بالهبل. طب وهندسه دي مش كليات قمه، انت ممكن عادي يعني تخش كليه تجاره عادي، كله محصل بعضه في الاخر، ما انت هتطلع شحات يا ابني. يا حبيبي احنا مش بلد كليات، احنا بلد كورسات. تروح تظرف لك شويه كورسات بعد ما تخلص اي كليه تبقى برنس البرانيس. اما بقى كليه طب ولا كليه هندسه تفضل تمحط فيهم واحده 7 سنين واحدة 5 سنين وتطلع في الاخر ما تلاقيش شغل، يجي لك جلطة تموت. ليه يا ابني؟ والبنت اللي بتدخل كلية طب تطلع عندها 24 سنة شعرها ابيض، شعرك ابيض يا حبيبتي والله العظيم. خشي اداب، خشي اداب، اداب لوز العنب، هتبقي جميلة وحلوة وشكلك هيبقى حلو، وهتحط مانيكير والله، هتحط مانيكير والله، وهتتزوجي ويبقى 100 100، ولا ريحتك هتبقى بنج ولا قرف، وهتتجوزي على فكرة، هتتجوزي بسرعة يا جدعان. فضك ولا طب ولا هندسة ولا وجع قلب، والله ما لهم لازمه هنا. انت يا ابني وفر الفلوس والمذاكره ووجع القلب دي، والله هات لك بقى شقه، هات لك بقى عربيه تصرمح بيها، هات لك بقى شويه كورسات، خد شويه كورسات ظبط نفسك يا حبيبي، هم دول انت هتشتغل بيهم، بلا طب بلا هندسه بلا وجع قلب. يلا اقعدوا بالعافيه.